مصيبة حلت بتويتش وتسريب المبالغ اللي ياخذها أكبر الستريمرز في المنصة، وناس يتهاوشون في الشارع في أمريكا عشان كرت جرافيكس. لأي درجة وصلنا؟ أخبار قوية في فقرة هذا الأسبوع. السلام عليكم. تخيل أنك ماشي في أمان الله وفجأة يجي واحد يضربك لمجرد أنه معاك كرت جرافيكس أو كرت شاشة. الوضع صار كذا. الآن كروت الشاشة نادر تلقاها، أسعارها صارت فلكية ونادر ما تتوفر. متجر بيست باي في أمريكا من المتاجر القليلة اللي توفرها بسعر معقول، لذلك في طابور الانتظار من كثر ما الناس خايفة أنها ما تقدر تحصل على كرت الجرافيكس تضاربوا ناس في الطابور. منصة تويتش أكبر منصة للستريمينج في العالم تعرضت للاختراق، 128 جيجا بايت من البيانات تسربت. المخترق على حد وصفه قال أنه أنا سربت البيانات لأن مجتمع تويتش سام ومقرف، هذا وصفه. عموما اللي يهمنا الموضوع أنه واحد من الأشياء اللي تسربت أوكي وما نقدر نأكد صحتها هي كمية المبالغ اللي ياخذها في السنة الستريمرز الكبار في منصة تويتش. طبعا الأرقام مهولة، وانصحكم تروحون موقع ترو جيمينج عشان تشوفون القائمة اللي تسربت. وايضا اذا انت ستريمر وعندك حساب هناك، الافضل انك تغير كلمة المرور حقتك، لان في نسبة كبيرة انها تسربت او احد يعرفها الان. اللي عنده امل للحين ان لعبة ايجنت من روك ستار بتصدر، خلي ينسى الموضوع. بعد هالسنوات الطويلة من اول ما اعلنوا عنها في 2009 حذفت روك ستار اللعبة من موقعها الرسمي، وهالشيء يعني انه تم الغاء اللعبة بشكل كامل، خصوصا ان فريق اللعبة الرئيسي هو الفريق المطور لجراند ثيفت اوتو. لذلك نقدر نقول واخيرا انتهت اللعبة بعد سنوات من تجديد الحقوق، وكل مرة نقول يمكن في امل تنزل. إذا كنت متحمس تلعب باتلفيلد 2042 على البي سي على أقوى إعدادات، استعد للصدمة. بحسب آخر التسريبات أن اللعبة متطلبة جدا. اللعبة تعمل بمعدل إطارات ما بين 80 إلى 90 إطار في الثانية وبدقة 1080p بالإعدادات الموصى بها، هذا على جهاز يستخدم كرت شاشة RTX 2080 Ti. في تقارير ثانية تقول أنه من ممكن الوصول إلى دقة العرض 1440p ومعدل 120 إطار في الثانية على الإعدادات المتوسطة. هذا يعني راح نضحي بأشياء كثيرة عشان نوصل لل 120 إطار. يبدو أن يوبيسوفت واحدة من أجدد الشركات اللي تبي تأخذ حصة من سوق الباتل رويال، لذلك طلعت لعبة جديدة، لعبة باتل رويال 100 لاعب، سمتها Ghost Recon Frontline. اللعبة مجانية وبتكون متوفرة على جميع المنصات. هل بتنجح ولا بتكون مثل البقية اللي حاولوا وطلعوا من السوق؟ اللعبة اللي ما هي راضية تموت جي تي اي 5 حصلت على مود جديد للرسوم على البي سي، بيقدم نقلة نوعية رهيبة. أضافوا فيها تقنيات تتبع الأشعة مثل ري تريسينج وكوانت في 3. يعني إذا ما كنت راضي على الريماستر اللي بينزل، هذا المود راح يعطيك دافع كبير أنك تجرب اللعبة من جديد. نينتندو كشفت عن المقاتل الأخير واللي راح يتم إضافته في لعبة سوبر سماش براس ألتيميت، واللي هي شخصية سورا من سلسلة كينغدوم هارت، وراح يتوفر في تاريخ 18 أكتوبر، وبكذا تختم اللعبة آخر محتوياتها بهذه الشخصية. قبل فورزا وقبل جراند توريزمو كان في ألعاب سيارات ثانية مشهورة، واحدة من هذه الألعاب هي لعبة ريج ريسر، سلسلة كانت تقدمها شركة نامكو نفسها اللي تقدم لنا ألعاب دارك سولز وأيضا ألعاب تيلز. لكن واحد سأل هرادة في تويتر أوكي، خصوصا هرادة صار منصب كبير الآن في نامكو بانداي، وسألوا هل ممكن نشوف لعبة ريج ريسر ترجع. للأسف ريج ريسر ما راح ترجع، لأن على حسب كلام هرادة هذا النوع من الألعاب صار صعب أنه ينجح في السوق هذه الأيام. ما يصير يمر أسبوع ما في إشاعة من أبو الكجم هيديو كوجيما أو لعبة سايلنت هيل. طلع كلام في السابق أن كوجيما يشتغل مع مايكروسوفت على عنوان جديد حصري للإكس بوكس، بس الإشاعة الجديدة تقول مشروع كوجيما راح يكون عن عنوان مبني على أحد الألعاب المملوكة من مايكروسوفت، وما في أي تفاصيل تقول أن العنوان بيكون جديد بالكامل. ونفس المسرب اللي قال هالكلام ذكر أنه غير صحيح أن كوجيما يشتغل على لعبة سايلنت هيل. وفي إشاعة ثانية عن كوجيما بعد، الإشاعة تقول أن كونامي عندها رغبة قوية بإعادة سلسلة ميتال جير، وجالسة تشتغل حالياً على لعبة ميتال جير جديدة. والمثير للاهتمام أنه في اتفاق بينهم وبين كوجيما أنه يكون مستشار على اللعبة. توم هندرسون أحد المسربين للأخبار عنده أخبار جديدة هالمرة عن لعبة تويستد ميتال. سمعنا كلام كثير عن أن اللعبة بترجع في القريب العاجل. الكلام اللي طالع حالياً أن اللعبة فعلاً بترجع، والمطور هو لوسيد جيمز، هم نفسهم اللي سووا لعبة Destruction Stars على البلايستيشن 5. بعد في كلام إضافي عن السلسلة، يقال أنها راح تكون مجانية وراح تكون بنظام المواسم مثل الهبة هاليومين، وأيضا راح تنزل في 2023 بالتزامن مع مسلسل تلفزيوني.
يبدو أن شركة كابكوم مبسوطة من مبيعات ألعابها على البي سي لدرجة أنها تتمنى أن البي سي يصير منصتها الرئيسية. رئيس العمليات في شركة كابكوم قال أنه نبي يشكل الحاسب الشخصي 50% من مبيعات ألعاب كابكوم إجمالاً. طبعاً هذا طموح غريب جداً من شركة يابانية وأيضاً من شركة اشتهرت كثير من تواجدها على أجهزة الألعاب المنزلية أكبر. لكن هل بتقدر كابكوم أنها تنجز هذا الشيء اللي تطمح له خلال السنتين القادمة؟ بنشوف. إشاعة جديدة من المسرب كولين مرايت يقول إن استوديو بلو بوينت اللي استحوذت عليه سوني مؤخرا قاعد يطور حاليا ريماستر للعبة بلاد بورن بجانب مشروع ثاني غير معلن، مع العلم إن الاستوديو أعلن إنه يعمل على مشروع جديد بالكامل وبعنوان أصلي، فما في أي تأكيد على هذه الإشاعة، ننتظر ونشوف. شون ليدن واحد من المسؤولين الكبار في بلايستيشن سابقا علق على موضوع إن سوني تنزل ألعابها على منصة البي سي، وقال أنه ما يشوف أي ضرر من هذا الموضوع، بالعكس دام الألعاب هذه نزلت سابقا وحققت الربحية المطلوبة منها ما في أي ضرر أنهم ينزلونها على البي سي عشان جمهور البي سي يتعرف على ألعاب بلاي ستيشن اللي ما كان يقدر يوصل لها سابقا. كلام صحيح أيضا، وأيضا أكيد ما يمنع القرنقش زيادة. شركة لينوفو ناوية أنها تدخل سوق ألعاب الفيديو وتنافس ستيم ديك ونينتندو سويتش من خلال جهاز محمول جديد يحمل اسم لينوفو ليجن وبيكون بنظام أندرويد ويدعم تقنيات جي فورس ناو السحابية وبشاشة بحجم 7 إنش وبدقة فول اتش دي وبيجي معه أداة تحكم مدمجة غير قابلة للنزع وبيدعم ال HDR وبطاريته بتكون 7000 ملي أمبير وما في أي أخبار عن موعد إصداره للآن. كنا يذكرني بشيء نازل مؤخراً اسمه تيلو جيمز، سلسلة متاجر جيو في اليابان واللي تملك أكثر من 1000 متجر أعلنت أنها راح توقف بيع أجهزة إكس بوكس سيريس إكس وإس من تاريخ 7 نوفمبر، والسبب وراء هالقرار هو غياب مبيعات الألعاب على الجهاز بشكل كامل وأن المتجر ما يحقق أي ربحية من بيع الجهاز وربحها بالكامل من الألعاب، بالرغم أن مبيعات الجهاز أفضل في اليابان مقارنة بالإكس بوكس 1، لكن غياب مبيعات الألعاب سبب مشكلة كبيرة للمتجر، واللي زاد الطين بلة أن مايكروسوفت أصلاً توجهها الآن على الجيم باس. بالأمانة لازم الشركات تتحول خصوصا المتاجر، يعني الألعاب قاعدة تتحول للرقمي كل سنة تزيد وهذا شيء لا مفر منه. الناس بتصير بس تشتري الأجهزة والألعاب تحملهم عن طريق المتجر الرقمي في البيت مثل ما يصير مع الجوالات واللابتوبات وإلى آخره، لذلك لازم نتعود. شباب وبنات هذه كانت فقرتنا لهذا الأسبوع، أعطونا رأيكم في التعليقات بالأخبار اللي قلناها هذا الأسبوع خصوصا سالفة الهوشة على الجرافيك كارد. مع السلامة.